بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم متابعي الكرام في قناة تفسير الرؤى والأحلام، وأقدم إليكم اليوم تفسير رؤية طهي الخبز في المنام للفتاة العزباء والمتزوجة والحامل. فترمز مشاهدة طهي الخبز في الفرن في المنام للفتاة العزباء إلى أنها سوف تتزوج من شاب صالح وذو أخلاق حسنة، وسوف تحيا معه في سرور وراحة واستقرار. وإذا كانت تقوم بعجن الخبز ثم وضعته في الفرن حتى ينضج، فهذه علامة واضحة على تلقيها أنباء سارة ومفرحة في الأيام المقبلة بأمر الله تعالى. وأيضا طهي الخبز في الفرن في المنام يدل على أنها سوف تنال سعة الرزق والنعم العديدة من حيث لا تدري ولا تحتسب، وتكسب أموالا كثيرة بمشيئة الله. وطهي الخبز يشير إلى أنها سوف تصل إلى طموحاتها ورغباتها التي كانت تسعى لها طويلا. وإذا قامت بطهي الخبز ثم أكلت فذلك تأويله تبدل أحوالها إلى الأفضل، وسوف تحظى بمكانة عالية ومرموقة. وأما بالنسبة للمتزوجة، فإذا شاهدت السيدة المتزوجة في حلمها أنها تطهو الخبز في الفرن ثم قدمته لزوجها، فإن ذلك يشير إلى مدى حبها لزوجها وأنها تحيا معه في بهجة وهناء ورخاء. وطهي الخبز يدل على تحملها المسؤولية وإدارة شؤون منزلها لكي تحقق لأسرتها جوا مليئا بالحب والرفاهية والفرح. وإذا كانت تصنع خبزا طعمه لذيذ، فهذه علامة واضحة على قيامها بمساعدة الآخرين لوجه الله تعالى. وأما بالنسبة للحامل، فإذا حلمت الحامل أنها تطهو الخبز في الفرن فذلك دلالة على أنها سوف تنجب بالطريقة الطبيعية، وستكون ولادة ميسرة دون أن تواجه أي آلام أو مضاعفات. كما يرمز طهي الخبز إلى الخيرات والنعم التي سوف تحظى بها في القريب العاجل. وأيضا صنع الخبز وطهيه إشارة إلى أن مدة حملها سوف تمر بيسر وهدوء. وإلى هنا نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وشكرا لكم على المتابعة.